Et Inch'Allah, la belle Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Alors, dis-lui comment, quelle était la rencontre aujourd'hui? Oh, la rencontre, elle était difficile. On a joué deux fois 120 minutes. C'est très dur. Alhamdoulilah. L'essentiel, on a fait un bon match. Et félicitations pour l'adversaire. On demande qu'il y a, à l'avenir, il y a le beau football qui va venir pour le sport d'Algérie. التحفيفه تاع رونالدو هذا درنا وعد مع الزملاء قلنا ولا تكاليفينا لا فينال نحيو كاع شعر كلخو لينا انت وحدي الحمد لله رانا ربحنا وان شاء الله مبروك عليك الله يبارك فيك هذا كان ماكريسا حاجه كبيره اللي لحقنا الفينال بعد ما نحينا زيدي بوكو دو كلوب تاع ناسيونال ولادي ما مديتاش نادي لهذه لا فينال كما نقولوا واحد عزيز علينا بزاف مات الله يرحمه من ماي مدريد من عديان من العارف ما عندي نقول الشكر لله اولا وللناس اللي وضعوا فيا الثقه ثانيا والناس اللي عاونوني الحكام اللي كانوا معايا في المباراه وحكام كل الجزائريين لانه ماشي انا غير مستاهل كره يعني النهائي هذا هذه دموع والله نهديها للحكم اللي صاحبي زميلي بوقع عباس الله يرحمه ونتذكروا اليوم تراكش كان بجنبي دايما هو توفى مسكين عمو الله يرحمه تذكرته اليوم والله في رايي يعني حتى اللاعبين في الميدان كانوا عندهم ثقه بيناتنا متبادله يعني حكمتهم في طيله الموسم وظنيت اللي ما نهضرش على روحي خليكم انتم الصحفيين ديروا خدمتكم على هذه الصور نودعكم بقيه السهره ممتعه الى اللقاء